بكرة عندي آخر مقابلة للدورة. عن جد؟ مبروك. ليش ما حكيتليش؟ ايش هاد بيقول؟ قال لي شغلة صغيرة وأنا جوا. وساعتها بتكون تل أبيب؟ مرقوا مرتين بالأسبوع. مرتين؟ يا سيدي إن شاء الله بتزبط معك. أنت ليش ساكت؟ أنت بتعرف شو عندي أحكي. نبيل. يما دينا عم بينادوا لمواقع إسرائيل أكاديمياً. إلا أخوي نزل درس بتل أبيب. هاي فرصة العمر. وهذا أحسن مختص. سمعت الأول جاي من لندن. كلمة واحدة منه بتفتح باب لبرينستون كامبريدج وستانفورد. ومين بده يدفع ستانفورد؟ في منح. وأنا متأكد إنك رح تاخذهم. بتعرف ليش؟ لأنك جدع. والله أعطاك مخ تفكر فيه. مش من فضل اليهود. نبيل بكفي عاد. أنت أصلاً تفهمش كيف هالأمور تمشي. أنا بفهم منيح كتير. يلا أنا لازم أمشي على الدكانة. أنت جاي؟ سلام يا عمي. الله معك حبيبي. أتمنى لك النجاح. شكراً. إنك ما تنقبلش من المحبة دي شيء.